احنا كثير مسرورين ان نكون موجودين بموازين بعد العودة الكبيرة للمهرجان وكل المشاكل اللي اعطانا فيها، ان كانت من جائحة كورونا او كان من كمان المشاكل العامة بالعالم. جميل جدا العودة بهالشكل وبهالقوة، وخليني اقول دائما انا صار في نوع من الميزان، دائما المغرب العربي موازين هو نوع من الميزان، لانه بس بلبنان في المهرجانات الضخمة جدا، واكيد هلا الخليج كمان عم بفوت بهالنقطة، بس انه جميل المغرب العربي بشكله، لانه المغرب هو نقطة التقاء وانطلاق للحضارة بشكل مختلف. هن الفتح الاندلسي، هالدمج الكبير بين اسبانيا وبين المغرب العربي، هذا عطى غناء رائع، يعني نوع من الغنى خليني اقول اكثر. بقى انا بشوف كمان هلا التلاقي بين الغرب والشرق هون بالمغرب شيء رائع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.